أهلا أحبائنا مشاهدينا، حديثنا اليوم عن يوم الخمسين. قبل ما أواصل حديث مع القس رضا عدلي من القاهرة من مصر، رح أخذ مكالمة من ابن الرب، ابن الرب من الولايات المتحدة. أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء. مرحبا قسيس نزار، انا دائما بشوفك وانا بتبارك منك قسيس نزار. ربنا يباركك، شكرا جزيلا. وسلامي للقسيس رضا عدلي. شكرا كثير، انا ما عرفش سامعك القسيس رضا، ولكن بيوصل سلامك. قسيس نزار، في عندي سؤال عن الروح القدس، روح الرب. ما هو الفرق بين سكن الروح القدس والامتلان الروح القدس؟ وكمان في العهد القديم قديس نزار كان الروح القدس يحل على الأنبياء، بس مذكور في العهد الجديد بالإنجيل إنه الروح القدس لم يعطى بعد إلا غير في العهد الجديد. نعم، طيب، هذا سؤال كتير كتير حلو. ابن الرب، ربنا يباركك، رح تسمع الجواب لأنه جزء من هذا الجواب رح نستكمله في الحلقة ورح تكون الصورة متكاملة. شكرا جزيلا، ربنا يباركك. شكرا، ربنا يباركك. أسيس رضا، أنت معنا على الهواء. انا الحقيقه ما سمعتش السؤال، لكن يعني انا معك على الهواء طبعا. اوكي، يعني هو جزء من السؤال اكيد تجاوب، لانه انت رديت على قسم من السؤال، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، وكمالت الآلي انه يسوع لم يكن او مجد بعد، وشرحت انه في يوم الخمسين انه هذا الشيء حدث. ولكن سؤاله كان إيش الفرق بين الامتلاء من الروح القدس وسكن الروح القدس، وبتهيأ لأنك راح تشارك عن هذا الموضوع. فيك ترد على السؤال أو فيك إذا نكمل بحديثنا من خلال تكميل الكلام، فيك ترد تجاوب على هذا السؤال. هي أسيس نزار، أنا حابب أقول بس جزئية بسيطة جدا جدا جدا. احنا هنتكلم عن سكن الروح القدس بعد شويه، لكن عايز اقول ان الامتلاء بالروح القدس ليس معناه اخذ المزيد من الروح القدس. الروح القدس مش ماده اخذ منها شويه واخذ اكتر. الامتلاء بالروح القدس معناته اعطاء الروح القدس المزيد من حياتي. فالروح القدس موجود في كل المؤمنين زي ما هنتكلم بعد شويه، لكن الفكره هو موجود سيد في حياتي ولا لا. وكمان بنبص نلاقي الامتلاء بالروح القدس امر زي ما بيتكلم عنه في افسس 5:18، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح. نعم، وزي ما السكر اسيت نزار، زي ما السكر هو خطيه الخاطي، عدم الامتلاء بالروح القدس هو خطيه المؤمن، لانه امر بليروسين اللغه اليونانيه، امر الهي. نعم، امتلئوا بالروح فعل امر في زمن المضارع، في صيغه الجمع، في 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 صيغة المبني للمجهول، يعني دعوا الروح القدس يملأكم ويستمر بملئكم. بالضبط، لكن الحدث بس عشان أوضح، إنه في يوم الخمسين اللي أول مرة هذا الحدث تم، إنه امتلأ الجميع من الروح القدس، لأنه بتشوف نفس الآية بتتكرر في سفر أعمال الرسل مثلا في إصحاح 4، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. 9 مرات فيها حوادث امتلاء في سفر الأعمال، لكن دي أول مرة نلاقي الامتلاء بالروح القدس بيتم بهذه الصورة بعد تمجيد يسوع في يوم الخمسين.